سمعت انا بوت السكر وهو داخل بروحه روح يا ربي شو اسوي؟ ايش فيك الصاير؟ اخوك داخل واعطيك عليه الباب وراضي يبطل. بخير يا طير يمكن حاقرك فاروق. يا فاروق فاروق يما فاروق عليك رحمة ما كنا نادي واحد من اخوانك اللي يكسر تعالي تعالي وين رايحه تعالي نطري هو مخلي سبيري هني ذيك النوبه يوم قفل الباب على بناتها طلعها نطري شوي يا يمه يمكن طلع ويا ما تدري انت بتعتمدين على هذيك وهذيك مخديه الطياره طارت عنها ويا مو واعيه اذا هو ينفى ولا لا انت ما تعرفين تقولين كلام طيب نحن بوج كلها تكودين هالدلاقيم تجملي يا يمه تجملي باكر الانسان يروح يا بالناس تذكره بالحسنى لا 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 صدقيني مالي خلق تربينا لي عمري 30 سنه تاخرتي وايد وبعدين يلا خلينا نمشي لان اذا يا فاروق هني ولقانا بالمكتب بيعفس الدنيا عليها واعطيها عياله ومرته ما يدشون انت شكو انت ماكو فايده منك ماكو فايده حسرتي كسرته بعد شو نسوي فيك قفل الباب وانتي طالعه وردي المفتاح مكانه لان الفاروق جاء ولقاك هني وشاف هذا مكسور بيعفس الدنيا فوق حدر فاروق لي عافيك شبهت بس اخر واحد يا خفت علي لا خفت علي انا هذا انا اول لما اشرب القهوه اشربها بسرعه ترسع لساني والله الحين صرت اشربها وتلذذ أحس بطعمها كنت أدور أقصر طريق الدوام الحين صرت ما أفكر صرت أشوف الزرزور وهو يشرب ماي على الرصيف ولا مرة قاعد تسمع حق بنتها سيارة قبل الامتحان ما أدري إيش صار فيني أنا حتى المطر هو المطر كان لما يطق أخاف على سيارتي أتوسخ ولا يصير فيها شيء الحين صار لما يطق المطر قاعد أطالع مثل الياهل بريشة وأسمع صوته صرت أشوف كل شيء له طعم بالدنيا ما أدري شلون كنت بتاخذين كل هذا بغلطتين فاروق ترى الموضوع ما خلص لما طلعت ذاك اليوم معص عيل عزيز راح لأمي وأبوي ويوني هني وصارت سالفة زين قلت لهم منك طيلك خفت لا ما خفت غادة بس انتي تدرين انا عندي مرة وبيت وعيال و... قلت لهم انك موعد وياي تقدم لي فكرة جديدة وان كان معك موعدة وخافت لما صارت هوشة غادة طالعيني وبعدين وبس خلاص هذا اللي يهمك في السالفة مش حقتي بتعرف الباجي غادة نعم انا اسف ما كنت اقصد لا عادي سهلت علي الموضوع انا خايفه على مشاعرك وانت خايف على نفسك فش حقه شنو يعني ما انحلت المشكله مشكلتك انحلت ممكن تكوني النت وتزوجني لا طبعا مشكلتي انا لا شنو يعني مشكلتك ما انحلت لان عزيز راح لابوي وتعذر منه وطلب ايدي منه وابوي وافق بالطقاق طقه شنو يوافق المهم انت ما توافقين عزيز ما اعطي ابوي تشيك ب 30,000 دينار مهر حقي وماخذ عليه ورقه ضد راح يشقها اول ما نتزوج تبغى شنو وشنو مو ريال ما عنده كرامه بايعك ب30,000 خروف انتي بس فاروق عن التجريح ويديو يكسر ظهره وانا في نظره ما عايشه من غير ريال واشتغل في مجال كله تجريح في تجريح وبولدي مليونير وولد عائله ومستعد يعترف بزواج قدام الله وخلقه ابوي لما خذ الشيك متاكد ان انا بوافق لانه ما عنده سبب واحد يخليني ارفض فمن كذي وقع وهو متاكد ان انا بوافق ايش قاعد تقولين انت
انا ايش علي بهالحكي؟ انت الحين ايش بتقرين؟ ايش تبين؟ ما ادري. انت قول لي فاروق لا تخزني كذي. او هي بيردني بشروطي وانت خايف تعترف بزواجنا. انت تبنيني علي عشان ترفضيني؟ لا انا احبك ابيك بس احتاج نفكر شلون نقدر نتصرف. هالموضوع هذا انت تفكرين فيه بروحك وانت تصرفين، لكن قسما بالله ان شفت مضبوط عند باب بيتك لا اذبحها واذبحك انت بعد. بالمكتب؟ ها ايه انت طالع من وين انا؟ شلون؟ متى دخلت؟ ومتى طلعت اصلا؟ انا من صباح الله خير عندي ملف قاعد ادرسه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العقل، بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد كنت بالمكتب؟ رجعنا مره ثانيه لا حول ولا قوه الا بالله، قلت لك ايه ليش؟ انا دخلت المكتب دورتك ما لقيتك، ناديتك فاروق. ايش دخلت المكتب؟ أنا المكتب قافلة علي، شلون دخلتي؟ بس أنا طقيت الباب وناديتك وبعدين ما حد رد علي، فتوحيات وطلعت السبير وبطلنا الباب. أنتوا قاعد توهمون أكيد، شو هالخرابيط هذه؟ بطلنا سبير ما سبير؟ يبا ترى المكتب مو من كبره كله خمسة بستة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا توني كنت داخل ما لقيتك. حتى صار فتوح، فتوح! 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 يا فهد! فيه! شفيتش صاير؟ ليش تصرخي؟ صدقين وانا قاعدة بالصالة فاروق طلع من المكتب. شنو؟ انت مناديتني من تحت لفوق عشان تقولي لي كذي؟ انا شكو ريال قاعد ببيته يدش ويطلع من الغرفة اللي يبيها، انت ايش تبين منه؟ هذا غير سالفة بعد. فتوح علامك ينيتي، انا معاج دخلنا المكتب ما لقيناه. انا معاج دخلنا مكتب فاروق؟ متى متى متى؟ لا انت اكيد في شيء او قاعدة تبلين علي. أنا طالعة وأنتي داشة، متى صار هالشيء؟ فتوح فاروق ما تحكي، شو السالفة؟ ما أدري أنا طلعت ولا هي من هي عاد؟ أمنا أمك أنت بروحك لا تعمم علينا. المهم شو السالفة فاروق؟ يبا قاعد أقول لكم طلعت ولا هي بالصالة فجأة سوت لي الأخوة. أنت من وين طلعت وشلون دشيت ومن وين وأنا دشيت؟ ما فهمت إيش قاعد تقول. ما فهمت يما شفيك في شيء؟ فتوح انت مو توك مساعد دخلتي معاي المكتب وما لقيناه. انا طلعت قبل لا تطلع طيبه، حتى ما شفتك ما حكيتك. فتوح حرام عليك، خافي ربك، كنتي موجوده قاعده بالصاله ما ايش تسوين؟ وبعدين لما قعدت تطق الباب دخلتي معاي وانت اللي عطيتيني الماستر كي. انا ما ادري الصراحه ايش قاعد تحكين عني. والله العظيم دخلت انا معاها المكتب وما لقيناه. أنا كنت قاعد بالمكتب، يعني وين بروح؟ ما شفتيني طالع من المكتب؟ يعني شلون؟ لابس طاقية لخفة أنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يما هي الجلطة لما تيجي تتحرك يعني ما فيني شيء، ما لي مخرفة، ما
والله متأكدة من اللي صار، متأكدة من اللي صار. مش على بالكم أنا علي النيت يما؟ اسم الله عليك، بس يعني والله عبالي عندك سالفة. ما حد فيكم مصدقني؟ ما حد؟ بلا يما أنا مصدقتك. تتم المتعوس على خايب الرجل، واحدة تألف قصص والثانية قاعدة نايمة، تيك التهايم وانت نايم. أقول احترمي نفسك. أنا محترمة نفسي وايد. اللي المفروض تحترم نفسها خطيبتك اللي لاحقها واحد لباب البيت. لا هذا ما قصر شانع. لا 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 واي خرعتني. بس عاد تحكي عاد، احترم اللي أكبر منك. يما امشي امشي، خرفنا امشي داخل. لا يما لا لا، خلي خلي روحي روحي عند اخوك يما، روحي عند اخوك. ودي فيونا سوي واجباتك. يلا يلا اي اساعدك بالعربي. أنا عندي خبارة لازم أروح. الله يخليك، دير بالك على نفسك. إن شاء الله. شكيت بنفسي صدق، يمكن أنا قاعدة أشوف أشياء ما صارت ولا استوت، يمكن أنا خرفت شيء واحد رد لي ثقتي بنفسي. الدرع اللي كسرته، الدرع معناتها أنا دخلت صج وما شفته، مو لأني مخرفة، لا لأنه ما كان بالغرفة. بس إذا ما كان بالغرفة لما دخلت وطلع منها، طلع منها لما قعدت بالصالة، يعني وين كان؟ مع هذا مو هذا اللي مطير النوم من عيني. فتوح 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 واللي سوته. مهما يكون فهد ما تعاملها بهالطريقة. ما حد فيكم، ما حد فيكم حب أمي كثر ما أنا حبيتها، وعلى كثر ما حبيتها كسرتني. كلهم كل اللي بالبيت أول ما سافرت نسوها إلا أنا الوحيد. كانوا لما ينامون أروح أركض للباب وأطرفه عشان لما ترد ما أضل واقفة برا، ولما أصحى من النوم أركض للمطبخ أشوف فوزية بعدها هي اللي قاعد تسوي الريوك. أدري إنها ما ردت وانكسر زيادة وزيادة، على كثر ما حبيتها قضيتها، وعلى كثر ما انطرت ردتها يأست منها. اللي ردت هذه مو أمي، أم الياهل اللي أنا نسيتها خلاص. فهد أمي مو ذاكرة اللي سوتها. هذا كلش مو عذر، نفس اللي حب راس واحد ميت وقول له سامحني. أنتوا بس لا تفكرون شوي بتلاقون إحنا ربحانين كثر ما خسرنا، يمكن أكثر. يعني شنو؟ يعني اللي خذتها منا صغار بترد لنا كبار. أمك مليونيرة. لا 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 لا، مو مليونيرة، بس عندها أسهم بالبنك، وعندها عمارات على البحر، وعندها شركات، عندها بيت بدبي وبيت بلندن. وهالمليونيرة هذه خرفت، وانتو كلكم شاهدين على هالشي، وما عندها عيال من رجلها الثاني، يعني احنا بس. لا فتوح، انتي اكيد ينيتي، لان انتي لو كنتي تفكرين باللي ببالي اذا طلع كلامك صج. يا سلام، وانتي شلون خطر على بالك اذا كنتي نظيفة ومثالية؟ انتي عارفة عدل انا شنو اقصد، وعلى ما اعتقد انك تبيني اكثر مما انا ابي، فلا تسوين روحك الطيبة المسكينة واحنا اليهود اللي ما فينا خير. لا فتوح، انتي ما تعرفين امي عدل، لانك لو تعرفينها ما راح تقولينها الحكي، ولا راح تبدلينها بملايين الدنيا. انا ربيت معاها من وانا ياها. شفتي فهد هذا؟ شفتي الحكي اللي قاعد يقوله؟ فهد اكثر واحد بالدنيا حبها، عشان كذي مو قادر يسامحها، لانها هدته وراحت. انت لو تعرفين امي عدل كان ما قلت كذي، بس انت ما لحقتي عليها. علشان كذي لازم انا بالذات اللي اتعوض. انا عمري ما اذكر لها شيء، ما اذكر انها هي حطت فوطة ماي بارد على راسي وانا مسخنة، ما اذكر دينار بجنطة العيد، ما اذكر لها حضن، ما اذكر لها لمة، ما في شيء ببالي يذكرني فيها مثلكم. علشان كذي ما في شيء بالدنيا راح يوقف بوجهي، وما راح يردني عن اللي انا بسوي، راح ارفع القضية وراح اكسب. انا محامية وعارفة عدل انا ايش قاعد اقول،
أمي خرفت، يعني عادي نقوم يوم من الأيام نلقاها ناسية رقمها السري أو قاعدة توزع فلوسها بالشارع على الرايح والراد. أنتوا تدرون إذا كسبنا القضية كل واحد فينا كم يطلع له؟ البنات بيطلع لهم فوق المليون، والصبيان يمكن الضعف. له درجة يا غنية؟ فوق ما تتخيل. أنا ما قدرت أتمنى، ولا أنا بدي الشنام راسي قام عورني. كان لازم أسأله، بس الإجابة يتني قبل لا أسأل. صحيني من العنف عقب ما رديت الدوام بسرعة، عقب أول مرة شفت فيها حمد. بس ما كنت يمي يما ولي عافيك، إذا ما تقدرين تقفين يمي لا تقفين ضدي. يما أنا أحتاجك، أنت ولا مرة كنت يمي حتى تخرج من ابتدائي. لما خرجني الشيخ ما كنت يمي، أنت مرة واحدة الله يخليك تكونين يمي وعينك علي. يما أنا أدري أن هالزيجة هذي أنت ما تبين، بس على الأقل بتخليني سعيدة. فايزة، إذا أنا مو راضية يما، ومعناتها إنك لما تلبسين الفستان الأبيض ما أكون واقفة أنطرج عند الكوشة، أو تلقيني نفنوف على كيفك. أنا اللي أنقي حقك، بس أتحمليني. دقي دق على عيس. نورا؟ إيه؟ نورا؟ نورا أنا ما قلت لي يطلقك، أنا قلت لي يوخر. أنا عارفة، أنا هالمرة مو جاية علشان تناجر معك، أنا جاية بس علشان أطلب منك طلب. أمر يا بنيتي، إيش تبي؟ ما يأمر عليك عدو، صدقيني أنا ما أبي شيء ولا بيو. استكفين الله يخليك، خلي خليني على ذمته، لا يطلقني لا يكسرني قدام أهلي. أنا خدته غصبا على أهلي، وأبوي الله يرحمه مات وهو مو راضي علي، هو زعلان علي. زمان احنا بنفس المكان، انت تحت واحنا فوق، بس الله يخليك تكفين. لو مو علشاني انا، عشان عيالي لا يحسون شيء، تكفين لا تخلينا يكسرني قدام الناس. صدقيني ما راح تحسين باي شيء، اصلا ما راح تحسين فينا. الله يخليك، هو اكيد ان شاء الله. اشكرا ما كسرتي. ما اللي سويته صح؟ إيه الصدق؟ لا أنا ما أحب نعيش نص حياة ويصير عندنا نص زوج ونص عاطفة ونص بيت ونص اهتمام.
اللي سويته فايزة غلط، بس ما كنت أقدر أمنعها. قرارات مثل الهدوم لازم أصحابها بس يأخذونها عشان ما تطلع كبيرة عليهم وتبهدلهم، ولا صغيرة وتقمتهم. همه هذا اللي مخليني معنا. معك فوزية، فوزية بمعجزة قدرت ما تمد يدها على غرشة الحبوب لما العصر. فوزية، فوزية انتي صرتي ام قبل ما تتزوجي، كنتي ام له، كنتي ام وايد حنونه. انا اصلا ما ادري ليش قلت اتذكر لما كنت تطبخ لنا الغدا كان عمرك 13 سنة بس. حبيبتي كنت تنومين فطور درسين، مو أمي ولا أبوي. طيب ظرفه بيمر صح؟ متى يمر؟ أنا مليت من أنظر. بنتي قاعد تكبر قدامي، ما عدا إحساس إن أنا صدقني بتذكر ليها، بس ما إحنا ذاكرين اللي صار فينا من النوم. إحنا كلنا موجودين هنا عشان نساعدك. اللي أخذتيها أمس ترى كانت حبة فيتامين، يعني أنت من أمس ما أخذت شيء. مسألة لعبة نفسية. شنو؟ صدق؟